هذا وترأس معالي وزير الخارجية الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون مع الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك، حيث تم تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن تعميق العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات وفتح آفاق أرحب لهذه العلاقات بما يعزز مصالحهما المشتركة. وخلال الاجتماع أكد الجانب الخليجي حرصه الدائم على تطوير العلاقات مع الجمهورية الفرنسية وتعزيز آليات التنسيق في المحافل المختلفة إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أهمية اعتماد مشروع خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين الجانبين، والتي تم الاتفاق على إعدادها خلال اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الجمهورية الفرنسية في شهر يونيو من عام 2015، والتي تضع الإطار العام للتعاون المشترك في شتى المجالات لا سيما المجالين السياسي والاقتصادي.